عقدت لجنة المناقصات العامة بساحل حضرموت بالمكلا اجتماعها الثاني لعام 2023 للميلاد برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح عبود العمقي وبحضور كافة أعضاء اللجنة. وأقرت اللجنة في اجتماعها الترسيتي مشروع توريد مواد عاجلة لصيانة شبكات المياه بمدينة المكلا على المتناقص بالمستوفي لشروط المناقصة المعلن عنها، بالإضافة لإقرار وترسية مشروع توريد محركات كهربائية غاطسة بقدرة مختلفة مع طبلونات لتشغيل آبار حقل زمن ضمن إطار جهود السلطة المحلية لتحسين خدمة المياه بالصيف. كما أقرت اللجنة الترسية مشروع توريد 10 مضخات كهربائية غاطسة لحقل فلك وثلا على المتناقص المؤهل مع مراعاته فيما جاء في تقرير اللجنة الفنية. وفي القطاع الصحي أقرت لجنة المناقصات وثيقة مشروع إعادة تأهيل وبناء غرفتي طوارئ توليدية وعمليات بالمركز الصحي بمديرية بروم ميفع وإنزال المشروع مناقصة عامة بعد المراجعة الفنية للمشروع.